معايا 2010، بعد المحاضره خدوا 2010، خدوا على الكتاب. الكتاب اللي انا شغال منه يعني، خلاص؟ والارقام اللي فوق عندك دي ارقام الشباب اللي انا هشتغل معاهم. اللي حصل ان شاء الله من لخبطه وهي لصالحكم طبعا. مش لصالح حد تاني. اللي حصل ان احنا ضفنا دكتور تخصص ميكانيكا جوه على اساس يبقى خاص بالماكينات اكتر والطلبات والحاجات دي حسب السيلبس بتاع الماده اللي فيه يعني. فاحنا ضفنا انا دكتور ادالي، دكتور هندسه ادالي. اسمي بلال عبد الكريم النور، مش حد اسمه بلال في الكليه كلها. دي لوشه. ففي تفرق في الاسم. فحسب السيلبس بتاع الماده فخاصه يعني خاصه بالطلبات والمضخات وماكينات رك الخرسانه والحاجات دي كلها، فدي كله تخصص ميكانيكا جوه. انا كنت بدرس الماده كامله السنتين ثلاثه اللي فاتوا حاجات خاصه بنقل الحركه، توليد الحركه الاول في المعدات اللي هي شغاله في المنشات المدنيه بتاعتكم، خلاص؟ ازاي بنولد الحركه او بنحصل على الحركه؟ زي بالظبط الحركه اللي بتتولد في العرب، في العربيه العاديه خالص اللي بتركبها او اي معده نقل. فده طبعا ايه حاجه اسمها الموتور او المولد بتاع الحركه ده بتسميه الات احتراق داخلي. الات الاحتراق الداخلي دي فيها دورات خاصه بالبنزين وخاصه بالسولار، انت عارف في معدات بتشتغل بالبنزين ومعدات. فكان الشابتر الاولاني مقدمه عامه والكلام على النقطه بتاعه توليد الحركه في المعدات بصفه شامله، سواء كانت المعدات فيها ترك خرسانه، نقل، موتور كليب، خلاص، خلاطات، كل الحاجات اللي في المواقع الانشائيه اللي بتشتغل مصدرها الحركه، الحركه بتيجي منين؟ ده هيقولوا لكم الدكتور الثاني بعد محاضرتين من الشغل معاكم ان شاء الله. محاضرتين او ثلاثه، انا معاكم محاضرتين او ثلاثه، وهيكمل بعد مني دكتور ميكانيكا قوه عشان يبقى قريب في التخصص بتاع الماده اكتر شويه. احنا اولا باول في كتاب انا كنت شغال منه، خلاص؟ كتاب معمول يعني الدكتور عوف هو اللي عامله. فالكتاب اللي كنت شغال منه ده بالكامل كنت انا بشتغله كاملا، خلاص؟ فهنشتغل منه نصه بس، هنشتغل ثلاث شباتر. المحاضرات اللي انا ملخصها من الكتاب بتاعتي اديتها لزميلك اللي هو مندوب الدفعه عشان يختصر عليكم، حتى موضوع الكتاب ما تكتبش دلوقتي، فالتفت للشرح بس عشان نكثف ونعوض الفتره اللي فاتت، خلاص كده؟ فان شاء الله الشباتر اللي هنشتغلها مع بعض وكنت بالعاده بطلب تقرير استكمالا لاعمال السنه يعني مع الميد تيرم. كنت بطلب تقرير عن اي معده شغاله في الموقع الانشائي. خلاص مثلا الناس بتعمل كنا بنقسمها سكاشن، كل سكشن كان بياخد موضوع معين او معده معينه، انتم معفيين من التقرير ده السنه دي. خلاص كده؟ فهتبقى اعمال السنه متركزه على ايه؟ على الميد تيرم. خلاص كده؟ ان شاء الله بعد المتر ما هيكمل معاكم اثنين دكاتره برضه من الكهرباء، يعني ماده باربع دكاتره ما شاء الله يعني. ربنا يعينهم ويعلم ان شاء الله. السيلبس بتاعنا او الموضوعات اللي هنشتغل فيها، الموضوع الاولاني اللي هو هناخده النهارده اللي هو الجويننج اليمنتس. طبعا انت انا متاكد انك بتدرسه في موضوعات اخرى يعني زي الريفتس والحاجات دي، والبرشام والبرشمبو القطاعات الانشائيه للستيل ستراكشر اللي بتاخده في مواد منفصل. ده شابتر واحد هو تنظيمه في الكتاب، شابتر اثنين او في الورق اللي معاك. نمنع الكلام؟ انا ما بحبش كلام خالص. هتكلم نفسي انا بس. واللي عنده سؤال برضه عن في حريه. بالتدريب كده شابتر 2 شابتر 5 هنشتغل على طول اللي هو البيلتس، ده رقم 2، موضوعنا رقم 2 يعني البيلتس اللي هي السيور والجيرز اللي هي التروس كآلات نقل حركة جوه جميع أو جميع المعدات اللي أنت بتتعرض ليها أو درستها في إعدادي بهندسة الإنتاج. وبعدين هناخد شابتر 4 إذا العلم، إذا كان في محاضرة ثالثة هناخد شابتر 4 ده على الكابلنج، ده الموضوع الثالث او موضوع المحاضره الثالثه اللي هو الكابلنج.
كلاتشز. اللي عايز يتكلم ما يجيش المحاضره خالص. ما يجيش يتكلم يعطل زميله ويعطلنا ليه؟ اند بريكس اللي هي كادحات الحركه. زي ما بنحرك المعدات بنعوز نعمل لها ستوب شويه زي مثلا الخلاطه بيرفع الخرسانه مثلا وبعدين بيعمل ستوب ويعمل ريفرس موشن وهكذا. فدي عباره عن حاجات نقله للحركه او حاجات للوصل ما بين الاجزاء الميكانيكيه بعضهم بعض بالنسبه للمواقع الانشائيه، يعني في حاجه تخدم تخصصك ان شاء الله. فاول حاجه اللي هو موضوع الجويننج اليمنتس. الجويننج اليمنتس اللي هي ادوات او عناصر الربط في القطاعات الانشائيه او في مجال الانشاءات في مجال المدني بتاعك، خلاص؟ فبنقسم الجويننج اليمنتس الى تو جروبس. الجروب الاولاني بسميها البيرمننت. بيرمننت يعني دائمة. بيرمننت جوينتس وصلات دايمة. منها بنركز عليه قوي اللي هو الريفت. وثاني حاجة زي ما زميلك قال كده، بسمع واحد بيتكلم حلو اهو، اللي هي الويلدنج جوينت او الويلدنج اند سولدر. الاثنين لحامي. هي وصلات دايما اللي عن طريق البرشمه، طبعا تشوف الكباري الاهوسه بتاعت زمان زي الكوبري ابو العلا وكوبري معرفش ايه، هتلاقي الاهوسه دي معموله ايه كلها بالبرشمه، الواح من الستيل، كامرات معينه متجمع الهويس ده هو من عن طريق الريفت عن طريق البرشمه. ابعاد البرشمه دي ايه وعددها كام؟ ده هنتطرق اليه بصوره هامشيه كده على السريع، يعني لان انت مش تخصص ميكانيكا بس يبقى عندك فكره، وانت بتدير اي موقع من المواقع فيها وصلات من هذا النوع يبقى انت عندك خلفيه ازاي دي بتتصمم وازاي تعمل كام برشامه. يجي الصنايعي يسالك تبقى تجاوبه بطريقه علميه صحيحه. يعني يبقى النوع الاولاني من الوصلات هو البيرمننت جوينتس اللي هي الوصلات الدايمه. النوع الثاني وصلات بتتفك وتتركب. خلاص بتتفك وتتركب بنسميها ديتشابل. يعني قابلة للفك والتركيب مرة أخرى. منها نوعين. برضه أو ثلاث أنواع هما السكرو. عارفين طبعا الباور سكرو ده عمود كده عبارة عن إيه؟ له سن حلزوني كده ينقل الحركة، ممكن تكون عليه بلوكة معينة وبتنقلها رايح جاي. زي ايه بالظبط؟ زي العربه في المخرطه اللي درستها في هندسه الانتاج في اعدادي، خلاص؟ مجموعه العربه دي اللي بتثبت عليها الكاتنج تولز بتروح رايحه جايه على الفرش كده، خلاص؟ بتخش الانجوديد والفيدنج عن طريق الايه؟ العربه دي. اللي بيتحكم في حركاتها يمنة او يسرى يعني هو باور سكرو، عمود كده بيسميه المين سبندل بتاع السكرو سبندل او الفيد سبندل ايا كان في المكنه. ممكن عن طريق الكي. الكي كنا بناخد برضه تصميمها كان ليها شفر كامل يعني. الكي ديت مثلا في ترس بتثبت على العمود، في ترس بتثبت على العمود او طاره عشان تحط عليها سير توصل الحركه الى عمود اخر عن طريق تثبيت طاره اخرى. الطاره دي بتثبت على العمود ازاي؟ عن طريق خابور. الخابور ده هو بيبقى له اشكال مختلفه، منه الاسطواني او منه التيبر يعني مسدود كده، او بيبقى شكله مستطيل عادي القطاع بتاعه يعني، بحيث يبقى نص التجويف بتاعه اللي بيدخل فيه يعني نص في الطاره ونص فين؟ في العمود، على سطح العمود نفسه، وبالتالي بتشحط العمود في الترس بهذه الطريقه. ممكن نفك كده او ممكن يبقى قابل للفك والتركيز. النوع الثالث من هذا النوع برضه فين جوينت. فين جوينت، امنع الكلام اللي بتتكلم، امنع الكلام. يبقى دي انواع الجوينتس بصفه عامه واساسيه. في منها الدائم، خلاص عشان تفك البرشامه ديت عشان بتطيرها خالص بتدمرها، خلاص كده الجزء المتبرشم. وممكن تعمل ثلاثيات في الجزء اللي هو متبرشم اصلا اللي هو الواح صاد معينه، ممكن تغير في ابعادها اثناء فك الوصله. برضه الولدت اللحام ده بيعتمد على ايه؟ في ماده مالئه
بتتم ما بين المعدنين بعضهم البعض، تمام؟ الماده الماليه دي بتدمرها برضه، بتدمر برضه من ابعاد الجزء الرئيسي اللي انت ايه عامله بالواسطه دي، عشان كده سموها وصلات دائمه. طيب نيجي للريفت بقى، نوع اول نوع هندرسه مع بعض هو الريفت جوينت. الريفت جوينت، الريفت جوينت منها كاينز كتيره جدا، هناخد على سبيل المثال اهوت الرسومات اللي انا برسمها دي. الرسم مهم جدا، يعني انا لو قلت لك السؤال انا دايما بستعرض الامتحان بيجي ازاي على الجزئيه دي، خلاص؟ لو قلت لك التايبس اوف ريفيتد جوينت، عندك في الكتاب مثلا 10 رسومات، التزم بالسامبلز اللي انا اديتها لك. انا اعمل لك اربع رسومات او ثلاث رسومات كفايه، خلاص؟ بس ارسمهم كويس. الناس بترسم رسم هيروغليفي شويه، مع انكم مدني يعني انتوا شطار في الرسم والتخيل. لو ضربت التاني انت حر. اه خلاص دي يعني بقيت على الحافه الحمراء. ما تضيعليش وقت المحاضرة، كفاية اللي راح. في أشكال مختلفة للريفتس اللي هي البرشامة نفسها اللي بتباشر الجزئين مع بعض. دي أمثلة لأشكال مختلفة للريفتس. دي صار اكزامبلز والكلام ده في الكتاب اللي زميلي احنا على الفلاشه، الكلام ده موجود صفحه 14 بيتش 4. الرسومات دي موجوده بيتش 14، هتلاقوا اكتر من كده بكتير في بقى الامثله اللي انا عملتها لك على الصفحه. خلاص؟ طيب يا ترى الريفتس ديت اللي البرشام ده بتصنع من ايه؟ بتصنع من ايه الماده المصنعه منها؟ يهمك قوي لانك وانت بتستورد يعني مهندس مدني متخرج بسم الله ما شاء الله يعني وخريج هندسه كبيره يعني فتعين في السكه الحديد. طبعا انتوا بتعملوا تيستنج على الماتيريال، عندكم ماتيريال تيست لكم معمل زي بتاع ميكانيكا بالظبط واكتر، اللي بتعملوا عليه بقى الضغط والشد ومش عارف ايه على العينات الخرسانيه بتاعتك، تمام؟ المهندس لما تعين في السكه الحديد اول شغلانه ليه مضى على طلبيه جايه بتاع المسامير اللي بتربط القضبان مع الفلنكات. عارفين انتوا شكل المسمار ده طبعا اللي بتلعبوا بيه وانتوا صغيرين، صح؟ اه بعضكم يعني مش كلكم. خلاص فالمسامير دي ليها مواصفات معينه والمفروض انه يعمل تيست على عينه جايه مثلا قبل ما يستورد الكميه الباقيه وهكذا. فالناس طبعا لبسوه العلم الناس القدام علشان قابضين يعني، خلاص، ولبسوه قضيه. ده مهندس جديد لسه متعين ما عملش تيست على عينه اللي هيستلم بناء عليها مثلا مليون مسمار. خلاص فالعينه جاي له عينه، ادي العينه من البضاعه بتاعنا. المفروض يجري التستس عليها يشوفها مطابقه للمواصفات ولا لا؟ الماتيريال بتاعها مطابقه لمواصفات الماتيريال ولا لا؟ اللي هي تتحمل بقى اجهاد الايه؟ الربط نفسه بتتعرض لاجهاد اسمه التورشن. التورشن ستريس، خلاص؟ فهي ما استحملتش الربط نفسه. فالمسامير اتدمرت في الربط وجاب المضى على الشحنه كلها وجت وبالسلامه استلموش السكه. فهم بيربطوا المسامير نسبه 15% من المسامير دون استخدام، لسه ما استعملناهاش، اتضمر اثناء الربط فقط لا غير. يبقى دي غير مطابقه لايه؟ المواصفات. يبقى لازم تعرف برضو معلومات عن الماتيريال بتاع كل جزء انت بتستخدمه في الايه؟ في المقطع الانشائي ده وهكذا. زي الاسمنت له مواصفات معينه مثلا وهكذا. لو تاخد صناعه الاسمنت المفروض تاخدوه في الكيمياء في اعدادي هندسه ما اعرفش الدكتور ولا لا. انا عن نفسي درست في الكيمياء صناعه الاسمنت ونسبه الجبس في الاسمنت دي حاجه مهمه جدا. طبعا النسبه لا تتخطى 10% تقريبا، صح؟ 5% لا تتخطى، اقصاها 10%. يقول لك الاسمنت بيشق بسرعه حط له جبس زياده بقى ولا حكايه، ده غش صناعي. والاسمنت انواع طبعا دلوقتي ظاهر البحار ومدمر المحيطات. يبقى كل ماتيريال، الهدف من كلامي كله هو ان كل ماتيريال لها مواصفات ايه؟ معينه. لازم انت كمهندس مسؤول مسؤوليه كامله عن تعمل تشيك على صفات مطابقه للمواصفات ولا لا قبل ما تستعملها، والا هتودي نفسك في توكر يعني.
خلاص زي المهندس صاحبنا ده اكبر مني بسنه ولسه موجود لغايه دلوقتي في السكه الحديديه عشان يخلصوا من القضيه اللي هو ده كان فيها تشابك كتير جدا فراحوا ايه مطلعينه بره دي المكافاه بتاعته يعني طلعوه بره عشان ما يقعش الناس الكبار سنتين كده وبتاع وراحوا جايبينه ايه تاني وموجود لا زال في السكه الحديديه فتخلي بالك طبعا مصنعه معظمها من الستيل من الستيل فتلاقي الستيل مكتوب جنبه رقم كده عشان نعرف برضه ايه الرقم ده ففي ستيل 34 وفي ستيل برضه ثاني 34 وفي ستيل 44 دي كلها امثله للمواد اللي بتصنع منها ريفت يعني ايه بقى ستيل 34 يعني السيجما الالتيميت انصايل ستريس بتاعها 34 ميجا باسكال 34 ميجا باسكال او بتبقى انجن يعني عندك الكتاب كده يقول لك من 34 الى 42 من 34 ل 42 اللي هو بيتسمى ستيل 34 اما 44 ده فبيبقى من 44 برضه ل 52 اللي هي السيجما الالتيميت بتاعته بتبقى كل واحده لها مواصفاتها طبعا انتوا عارفين الاستريس معديته كده على السريع بس دي مش معلومه مطلوبه ممكن يعني بتساوي قلت على اريا خلاص كده الاستريس طبعا اكيد انتوا بتدرسوها في مواد ثانيه فبتساوي قلت على اريا لما تكون ميجا باسكال هو يعني كيلو باوند مثلا على المليمتر مكعب هي هي برضه نفس دي بس هنت كده عن الماتيريال عشان نفهمك برضه ان كل جزء بتستخدمه في الاستراكشر مثلا في اي انشاءات حتى الاسمنت لما اتكلمنا عليه دلوقتي حتى الزلط كل ده ليه مواصفات معينه يبقى انت تختبر المواصفات دي مطابقه ولا لا وما تغشش ضميرك وتحط حاجه مش مطابقه للمواصفات يعني تبقى عليها حوادث اليفه تبدا من كده. الكاينز العنوان الثاني هو الكاينز اوف جوينت انواع الجوينت طبعا انت خدتها في اعدادي برضه في هندسه الانتاج كاينز اوف جوينت انواع الجوينت يعني لو انا حطيت كده لوحين على بعض بالشكل ده اللوح له سمك اسمه اس يبقى من الان كده اس ده سمك ايه؟ سمك المعدن او اللي بتعمله ورشها مع لوح اخضر كهذا الشكل دي كده كنت بتسميها بالورش شفه على شفه خلاص كده؟ شفه بتركب شفه اللوح على شفه اللوح الثاني كده خلاص؟ وتربطهم بالايه؟ بالبرشام عدد البرشام ده قد ايه وحجمه قد ايه؟ هنشوف دلوقتي حسابات على السريع وهنطبق عليها في السكشن ان شاء الله في سكشن وفي شيت على الموضوع ده حسب مواعيده في الجدول معاكم اونلاين السكشن اونلاين هجيب لكم اسم المواعيدين بقى عشان تشغلوهم اونلاين ان شاء الله لا ما تسيبوهمش حسب يبقى اذا الشفه على الشفه دي بسميها اللاب جوينت تايبس او جايدز اوف جوينت برضه ده معرض سؤال يبقى نظر الامتحان في له سؤال اول انواع الجوينت ايه؟ هذا اللاب جوينت النوع الاولاني النوع الثاني بيسميه البط جوينت بط جوينت يعني ايه بحط اللوحين اوره بأوره كده بالشكل ده اهو دي بسميها اوره بأوره اللي شفه على شفه خلاص وبربطهم بقطعة أخرى بليتة أخرى من المعدن وبحط صفين ريفت بهذا الشكل ده اسمها بط إيه؟ جوينت في نوع آخر بتدعمه طبعا من 200 قطعتين معدنيتين أنا أورا كورة برضه أهو بالظبط تحط التو بليت واحدة تحت واحدة إيه؟ بهذا الشكل كده وتحط صفين البرشام بهذا الشكل يبقى ده اللي انا عايز اربطه مع ده ده واحد وده اثنين اهو دول عايزين يتربطوا ده واحد ده اثنين ده واحد ده اثنين يبقى الربط ممكن يبقى بهذه الاشكال المختلفه لو انا عايز السطح انسيابي يبقى مثلا ممكن اعمل القرف قرف ده واعمل الانسياب جنب ايه؟ زي قضبان السكك الحديد ما هياش بالطول السكه الحديد دي كلها قضيب واحد ده هي بتقطع قضبان معين فبتلحم القضيب بالقضيب برضه ده تخصصك فانشاءات مهندس مدني بتعين في السكه الحديد بتبقى خاص بالحاجات ديت وتعين الاحمال وتصنع الكاميرات بتاع
بيشيل الارض. دي الاخيره دي اسمها باد جوينت، دي ويز سنجل، ويز الاولانيه ديت ويز سنجل، ويز سنجل بليت، ودي ويز دبل بليت. دبل بليت ده بحكم الربط ما بين اللوحين مع بعض. دبل بليت برضه اسمها باد جوينت ويز دبل بليت. باد جوينت ويز دبل بليت. طيب طول التشانك ده بسميه التشانك بتاع البرشمه او البرشامه، ده بسميه طول ايه؟ التشانك. بيبقى طوله قد ايه؟ مش اللي موجود في المخزن عندنا عبد ده مش موجود يمشي الحال. يلا خلاص وتمشي الشغل بحاجه غير مطابقه للابعاد. خلاص البعد ده بيجي ازاي؟ اهوت لو عندي ثلاث طبقات فوق بعض زي كده خلاص او احسن حاجه اهوت وبربطهم ببعض. طبعا بلا في كليرنس تضربه في 3 يبقى البعد ده كله كام؟ 3 طول التشانك بيساوي كام؟ ال ده طول التشانك. طول التشانك بتاع الريفت ده بيساوي 1.2 في 3 اس، يعني في فاكتور اوف سيفتي كمان اهوت، زائد 1.2 في دي. الدي هو القطر الاصغر في الريفت اللي هو هيتبرشم على الجهه الاخرى. ده دي سمول لكن الدايمتر دوت اسمه دي 1. طب والدي 1 ده بكام؟ اللي هو بتاع البودي بتاع التشانك نفسه، قطر البودي بتاع التشانك بتاع الريفت، القطر اللي هو دي 1 ايكوال الجذر التربيعي ل 5 اس ماينس 2 من 10. خلاص كده؟ ده حساب مين؟ الدي 1. ده مش هتلاقيه بعد كده ملحق بعد كده في الورق اللي انتوا هتصوروه يعني بتاع الملحق. خلاص ده بالنسبه لايه؟ لطول الشانك بتاع الريفت. طبعا الريفت دي متصنعه مسبقا وموجوده عندك في المخازن. انت بتجمع الوان حسب السمك او حسب الطول اللي بتحسبه ده بتقول له هات لي ريفت طولها كذا. خلاص يبقى اذا ايه بيجيب الحاجه المطابقه برضه للمواصفات لهذا الاستبدال. تمام ده بالنسبه للجزء ده. البيتش اوف ريفت اللي هو البعد ما بين الثوب والثوب اللي هنحط فيه البرشامه، يعني هنص على اللوحه اهوت في برشامه هنا برشامه هنا برشامه هنا وهكذا. خلاص صف البرشامه ده الابعاد ما بينهم كام؟ البعد بينها وبين حرف اللوح كده بسميه اي 1. والبعد ما بين الريفت اللي هو السنتر بتاع الريفت والسنتر الاخر هسميه اي 2. تعالوا نشوف اي 1 واي 2 بيساووا كام؟ نكتبه هنا تحت الرسمه. الـ E1 إيكوال من 2 إلى 4 من الـ D1. الـ D1 اللي أنا حسبته حسبته في الإيه؟ في المعنى. هروح بس حاسبه دلوقتي. طيب والـ E2 الـ E2 من 1.5 أقل شوية بقى إلى 4 برضه إلى 4 فرنج من الـ D1. يبقى حساب المسافات من حرف اللوح تختلف من السنتر الى السنتر. ده بالنسبه للابعاد. كالكوليشن بقى بتاع الدايمنشن بتاع الجوينتس حسب الاحمال المتعرضه ليها. لان انا طبعا ممكن اكون اللوح ده هو متعرض لجهات شد من الطرفين. خلاص كده؟ في جهات شد ما بين الطرفين وانا ثبتت اللوحين دول مع بعض. لابد الريفت دي تتحمل هذا الجهد اللي متعرضه ليه، هذا الاستريس. خلاص ما تتقطنش، ما يحصلهاش شير مثلا، ما يحصلهاش اعوجاج طولي وهكذا. دي نحسبها ازاي؟ عندي معادلتين لحساب الكروس سكشن اريا بتاعها. الاريا بتاعها خلاص
اللي هي باي بي دي سكوير في دي 1 سكوير على 4. خلاص كده؟ دي هنحسبها ازاي الكيريا ديت من المعددين دول؟ اهو كده نقول الكالكوليشن كالكوليشن اوف دايمنشن اوف جوينينج بارتس. دي جزئيه اللي عليها مسائل ومسائل لو بسيطه ان شاء الله يعني. اول موضوع ده مسائل بسيطه جدا يعني. انا عندي قانون بتاع السيجما هو السيجما دي اللي هو التنسايل ستريس. سيجما دي اللي هو التنسايل ستريس. السيجما يو ال دي اللي هو الالتيميت تنسايل ستريس اللي انا قلت عليها قبل كده. وفي الشاور ستريس وفي السيجما اللوبل يعني بيقول لك سيجما اللوبل خلاص والتاو اللوبل دي اللوبل انسايد ستريس ودي اللوبل ايه؟ شير ستريس العلاقه ما بينهم ايه؟ او ما بين الالتيميت واللوبل بتاع التاو دي كده التاو اللوبل بتضرب دي في 8 من 10 عشان في اي حسابات لو احتجت دي اللي هو عاطي لك دي او العكس دي العلاقة ما بينها، خلاص كده؟ نيجي بقى للعلاقة الأولانية اللي هنجيب منها الكروس سكشن أريا. دي بتساوي إيه؟ بتساوي الفورس على الأريا ناقص الدلتا إم. أنت عارف طبعًا لما بيحصل شد أو كومبريس لأي جزء ميكانيكي أو جزء هندسي بيحصل له تغير في مساحة المقطع على حساب الطول أو العكس، خلاص كده؟ بيحصل له تغير في الطول على حساب مساحة الإيه؟ المقطع. يبقى العلاقه الاولى بتاعتي اللي انا هجيب منها الاريا العلاقه الاولى ان السيجما دي اكيد هتبقى مطاه والفرصه هتبقى مطاه طب والدلتا ايه دي تتحسب ازاي؟ الدلتا ايه اللي هو التغير في المساحه ده قانون صغير ليها بيساوي دي 1 بي ال اس طيب عندي قانون اخر اللي هو التغير او الكوفيشنز بتاع التغير في المساحه بسميه الافشنسي فاكتور بسميه دي في دوت اسمه الافشنسي لا تبطل الكلام وصلت لمرحله ياض يبقى خلاص انت حر بقى البي ده بسميه الافشنسي فاكتور الافشنسي فاكتور ده بيساوي ايه؟ بيساوي A ناقص دلتا A على A خلاص كده؟ ودي هسميها المعادلة رقم 2 هيبقى كل البرامتر معطاها يبقى التغير في المساحة والمساحة نفسها هم المجهولين في المعادلتين دول خلاص؟ منهم هنجيب الـ A والدلتا A مميز يعني ومن الدلتا A تقدر تجيب الـ D1 خلاص بمعلومية سمك الايه؟ المعدن اللي عندك، هناخد تطبيق على كده مسائل ان شاء الله في السكشن. دكتور اسامة في المصابير هنا ده البعد ده البعد الراس مش البعد الافقي. البعد ايه؟ الافقي. سي اس؟ لا لا ال ال محفوظة كويسة بس انت كتبها معلش. برافو عليك. اشتغل في الاول على خلاص كده؟ ال ال اللي هو طول الشانك زميلك دلوقتي اجمل فرصه قال لي هو ده البعد اللي هو 3 اس لا طبعا هو مضاف عليه حاجه خلاص كده؟ برضه المسمار في الشفه بتاعت البليك من فوق اللي هو اي 1 طب من الجنب الثاني الجنب الثاني ازاي؟ ده المسمار ما هو الجنب الثاني قطره دي الجزء ده اللي فوق الثلاثة سلك يعني انا بتكلم على مثلا اللي فوق يمين اي 1 ايوه على ايه بقى؟ البؤر بقى اللي هو كده اي 1 كده هتكلم على البؤر اللي هو كده اللي هو نفسه اي 1 برضه اي 1 برضه البعد من حرف خلاص كده؟ طب فيه كويس ماشي نيجي نعمل نحسب النمبر اوف ريفتس دايما هي بيجي عليها المساله النمبر اوف ريفتس امسح مين بقى؟ الاريا دي 1 اهو دي وان اللي هو اللي عليه كل اللوب بص القطر دي اللي هو السمول ده بيتبرشر بيتكسح
خلاص ما بقالوش وجود اثناء الاستعمال بقى بيتحول لراس برشامه زي ماشي كده؟ بكره البرشامه ما شفتهاش والراجل بتاع الصاج ولا مش عارف ايه ها نمسح عايزين نحسب النمبر اوف ريفتس النمبر اوف ريفتس عدد البرشام المناسب للوصله دي الوصله دي بقى اعطيني مواصفاتها كاجهاد هتتعرض ليه كذا كذا خلاص وسمك المعدن وابعاد المعدن اللوح المعدني اللي اعمل له ريفتنج وهكذا فانا هدي لك القانون المختصر كده في قانونين بنطبق في القانونين وبنطلع رقمين مختلفين واحد مثلا طلع لي قانون منهم 1.4 ريفت مش حاجه اسمها 1.4 لازم يبقى رقم صحيح نمبر اوف ريفت عدد برشامات هيتركب والتاني طلع لي 2.1 او 2.1 بناخد الاكبر وبتجبره للاعلى ده رقم صحيح يعني انا احتجت في الحسابات ل 2.1 اقول انهم بيساوي كام؟ 3 خلاص كده؟ يبقى ايه عشان هربط ده ازاي؟ لو انا عملتهم باثنين يبقى عندي ايه؟ قله في الامان في استخدام هذه الوصله مقدار 1% ريفت. خلاص نعوضها بايه؟ ندي لها راجل زي ما بتحسب عدد عمال في مكان تقول انا عايز 2.5 عامل. تيجي ازاي دي بقى؟ تجيب واحد عينيه بتوجعه ولا رجله بتوجعه يعني كملته يبقى 3 عمال. خلاص وبياخدوا اجور 3 عمال. ماشي بقى؟ يبقى اذا العدد اللي طالع من القانون يوفر لاعلى رقم صحيح دي رقم واحد رقم اثنين هما قانونين حسب الداتا المعطاه بتحسبهم الاثنين تاخد الاعلى فيهم ماشي كده بس هي دي طبيعه المساله وهتسال القانون الاولاني ده حساب النمبر كالكوليشن ذا نمبر اوف ريفتس حسب الداتا المعطاه وهتاخد تطبيق عليها ان شاء الله في السكشن ان ال بتساوي 4 اف على الدي سكوير اللي هي الدي سمول يا جماعه في ال باي في التاو الاول في ام هنقول دلوقتي الام ايه والام ايه طيب والاريا بتاع الريفت برضه ايه ماشي ده القانون الاولاني ده رقم واحد اهو القانون الثاني بنحسب ال N مرة تانية، من القانون دوت بيساوي الفورس على ال D1 يعني مرة بحسبها على دي ومرة بحسبها على دي سمول في S زي ما بتبدأ الاثنين في ال V خلينا نايمين الاثنين نفرد الزر ال D B خلاص ال B B هنفصل الروح يبقى من القانون الأولاني والقانون الثاني هنحسب 2N خلاص مجبرين لاعلى رقم صحيح ويختار اكبرهم خلاص دي بالنسبه لمساله النمبر اوف ريفتس الترجم الحروف او النصوص ديت الام ديت الاف هي الفورس معروفه الاف هي الفورس اللي بتعرف بها الوقفه ديت الام ده النمبر اوف شير سكشن النمبر اوف شير سكشن يعني ها هو لو وصلت بالشكل ده يبقى النمبر اوف شير سيكشن كام؟ ماشي كده اهو هنا واحد بس اه واحد ماشي كده هنا هيختلف هيبقوا اثنين خلاص النمبر اوف شير سيكشن هيبقوا كام؟ اثنين في القطاع الواحد هنا هيبقوا كام؟ اثنين برضه وهكذا حسب كل مساله ورسمتها بتبقى المساله مرسومه في معظم الاحوال خلاص نيجي للان ده نمبر اوف ريفتس اللي انا بحسبه نمبر اوف ريفتس يجي برضه للبي بي ده السبيسيفيك بور هول بريشر بور هول بريشر طبعا الاس هو السمك السكنس بتاع اللور بتاع بتاعك او نفسه كده والدي 1 زي ما احنا دورنا عليها قبل كده خلاص كده ده بالنسبه للقانونين بصفه مباشره طبعا قلنا التاو الاول ب 8 من 10 من السيجنال الاول
والبي بي برضه ليها علاقه مع التاو شير اللو او الشير تساوي 2 تاو خلاص كده. والتاو اللو اهو بتساوي 8 من 10 في السيجما اللو. فانت تقدر تجيب البي بي وتقدر تجيب التاو من خلال مين؟ السيجما او المقابل بسلام. ده معظم القوانين المستخدمه في الريبت او ايجاد النمبر اوف ريفرنس. يبقى انت دلوقتي معرض انك تجيب لي ال اللي هو الطول بتاع الشارك بتاع الريبت، معرض انك تجيب لي عددهم فقط لا غير. ده المطلوب منك حسابات في هذا الموضوع. الكمبيوتر اللي هو الدنيا. ايه؟ 10 في سيجما الكمبيوتر اللي هو. طب انا 10 في السيجما الاول. ده الاول تنسايل ستريس وده الالاوبل شير ستريس. خلاص كده؟ السكشن السكشن يعني عايزكم تجيبوا الناس من طول الناس. لان الماده دي ماده تقدير ما تقلقش فيها يعني. الا من ابى. ومن يابى؟ من استهتر. وفي ترم كورونا لا تستهتر. تفضل. نيجي للويل انجلش اويل اللي هو النوع الثاني من انواع البرمنت. خلاص ويل انجلش اويل ماشي. وبرضه دي معرض ليها في اسئله نظري فقط لا غير ومش فيها حسابات. يعني كل الحسابات كده تكتب بتاعه النمبر والحاجات السهله اللي انت بتقولها. المادة دي شويه انا بحط المعدن الناس تمنع الكلام لو سمحت. لو سمحت. بقول لو سمحت. امشي كده. امشي كده. كوره كده. المعدنين مع بعض وبعدين على مسافه معينه محدده وبملاها بمعدن مائع اللي هو السيخ اللي حامل الاتحاد دوت يقوم يلحم بماده تنتح كماده لحام بتوصل الكوره دي في الكوره خلاص او جزء شفه على شفه برضه بتبدا ايه تلحمه بين الناحيتين لو لازم الامر. سمعت السفن طبعا بناء السفن والحاجات دي مش عارف في مجالكم برضه ولا لا. وبرضه القطاعات الانشائيه كلها بتتعرض للحم. نيجي للولد الويلدنج جوينت. ده بسميها الجوينت بلينس وطول وسط اللحام اهو دي كده الجوينت بلينس. دي طبعا الدبس اوف جاب اللي هو سوق المعنى ده الدبس اوف جاب. طبعا بيبقى هنا هو حاجه اسمها فيوشن فيس ابص فيها تلاقي الوصله بعد اللحام كده شكلها عامل كده وفي غروز كده وبعدين يعملوا لها عمليه صنفره او كليننج بطريقه معينه خلاص يشيل اثار اللحام ويبقى المعدنين ممسوكين في بعض 100%. على سبيل المثال هدي لك في صناعه بعيد عن تخصصك شويه مش مشكله بس جوه بيوتنا كلنا يعني انابيب الغاز. انابيب الغاز كلها ملحومه ما تلاقيش انبوبه كتله واحده خالص مقفوله من ناحيتين كده اسطوانه واحده لا هتلاقيها ملحومه في اي جزء من الارتفاع بتاعها سواء كانت انبوبه كبيره بتاعت مطاعم او انبوبه صغيره بتاعت بيوت او بومبة قد كده خلاص هتلاقي فيها ايه جزء ملحوم. لما زرنا المصنع بتاعها مصنع الحربي رقم 99 رحنا زرنا المصنع وشفنا التصنيع والتست اللي بيتعمل على الانابيب احنا في مخيلتنا بقى ان الايه دايما الانبعاج او الانفجار بتاع الانبوبه في الانابيب لما تختبر هيتم فين؟ في وسط اللحام خلاص كده ان الجزء الملحوم ده اضعف جزء يعني في مخيلتنا كده لكن اتضح ان وسط اللحام دي اقوى من جسم المعدن نفسه وان جميع التشققات اللي بتحصل لما بيعرضوها لثلاث اضعاف الضغط اللي هي بتتعرض ليه في الحياه الطبيعيه بيحصل ايه؟ طولي في جسم الانبوبه نفسه خلاص؟ فعرفنا وعلمنا ان وسط اللحام دي لازم تكون بالدقه اللي هي تبقى مواصفاتها اعلى من مواصفات المعدن المركوم نفسه. تمام كده؟ مش الناس تتصور الفكره. ده بالنسبه للويلدنج طبعا هيقول لك بقى الفيلدنج مش عارف اقول لك نيجي للويلدنج ميثودز. الويلدنج ميثودز على السريع كده بس عايزك تاخد فكره
الويلدنج ميثودز. الناس ممكن ما تكتبش وهتصور الورق، هو نفس الورق اللي معايا ده انا مصورينه ده اول مره تحصل يعني، عشان خاطر التاخير اللي حصل وعشان خاطر ممكن اللي يحصل، ممكن اللي يحصل يبقى انت معاك المحاضرات وهطلب منكم وقتها لو لا قدر الله حصل تعطل ولا حاجه فجائي هنطلب منكم تعملوا جروب ان شاء الله. انا مش عارف خلاص الكليه مش عايزه تشتغل ليه، مش لاقي لها كراسي بين افضل وظيفه الموضوع مدى السبب على فكره ما طلبناش منصه، ما طلبناش منصه بتاعتكم. خلاص ساعات ما جلستش ليه من بدري؟ احنا بنصمم على الواقع مش على النت. هتعملوا لنا جروب على الواتس هبقى انزل لكم محاضرات عليه. خلاص؟ ان شاء الله لو حصل شيء انا معاكم الاسبوع اللي جاي واللي بعديه بس. واخلص. نمنع الكلام. يا سيدي الانواع كده بس، في انواع اسمه فيوشن ويلدنج. طيب سؤال طبعا بنحط ايه ماده مالئه بصوره مظهره في الويلدنج اريا. خلاص ويز او يزود فيلر ميتال، يعني ممكن الحم كوره كوره كده ان انا اوصل المعده دي الكوره دي والكوره دي لدرجه انصهار انهم ايه؟ ينسجموا مع بعض او ينصهروا مع بعض يكونوا وصله اللحاف. طبعا دي بتبقى وصله ضعيفه الى حد ما اللي ما فيهاش معدن مالئ دي. خلاص؟ او باستخدام معدن ايه؟ مالئ. دي اللحاف الانصهار. نيجي للنوع الثاني برينشر ويلدنج. برينشر ويلدنج. البرينشر ويلدنج اللي هي بالضغط. واحد يقول لي بالضغط وبتتزحم؟ اه. خلاص كده تعتمد على التفريغ الهواء ما بين الوصله والوصله بيبدا اللحام بهذا الشكل. خلاص دي بتتم بقى طبعا برولر، رولر اسطوانات كده معدنيه بتضغط المعدن مع بعض وتقوم تؤدي الى ايه؟ لحام مع بعض. خلاص دي بتتم ويزود فيلر اللي هي بالضغط دي، ما فيش فيلر ايه؟ ده انت عايز الاسطح كمان يعني شبه مصقوله عشان ايه؟ تفرغ الهواء، تفرغ اي شوايب ما بين السطحين. دي عامله بالظبط زي التغليف، فما بيكون تغليف كارنيه لو في شوائب على الغلاف نفسه ما بيلحمش مع بعض، صح ولا غلط؟ هي نفس القصه هنا بالنسبه للي حكيت. طيب الويلدد ماتيريال او الويلدبل ماتيريال، ويلدبل ايه؟ المواد اللي بتستخدم كماده مالئه، ماده مالئه ما بين اللحام بعضهم بعض، هما بلو كاربون ستيل، يعني ستيل الكربون بتاعه نسبته ايه؟ خدتوا انتاج الستيل ولا ما خدتوش؟ خدتوا كل شغلكم في الستيل. الستيل نسبه الكربون فيه كام؟ يا راجل طب قول لنا درجه واحده منهم. منطقه في الاجابه حلو خالص، قول 2%. قول لنا درجه بقى، مش قلت فيه درجات. درجات وقعت. السلم مش مبني صح، ها؟ واحدة إيه؟ واحدة من عشرة؟ أنتوا عارفين منحنى حديد الصلب ولا لا؟ حديد الكربون، عارفينه ولا لا؟ بتدرسوه في الماتيريال، 100% بتدرسوه في الماتيريال. حد بتاخدوا السبائك، صح؟ ما جبتوش مادة ماتيريال؟ آه المهم أيا كان، بداية المنحنى ده شكله عامل إزاي؟ شكله كده تلاقي شكله عامل وبعدين يقول لك هنا في كده ما انتش مطالب بيه طبعا دلوقتي، ده طبعا زيرو برسنتاج كربون. خلاص بتوصل بقى لاقصى حد اللي هو تقريبا 4.3% كربون، ده بعد استخلاص الحديد كماده خام بيجيبوه في الفرن العالي وبعدين ينتجوه. الغرض من انتاج الحديد هو تخليصه من الشوائب الموجوده فيه. خلاص ونسبه الشوائب دي اتوقف عليها نقيم مصنع حديد ولا ما نقيمش، مش لازم تعرف الستيل اللي بتستخدمه في الخرسانات ده اللي جاي منين. طيب طبعا واحنا صغيرين في ابتدائي كانوا يقول لنا ايه؟ حديد مطاوع وحديد صلب وحديد ما اعرفش ايه، كانوا مقسمينه لنا كده حتى في الكتب كان كده جايبين كلام من دماغنا. خلاص هو طبعا هو ستيل، ستيل وحديد زهر. يعني مثلا ما تيجي تعمل عمود في كوبري عشان يشيل ضغوط راسيه
يتصنع من الحديد الظهر، الحديد الظهر من صفاته او خصائصه اللي يتحمل الضغوط الرئيسيه ولا يتحمل الضغوط الافقيه. يعني ما ينفعش اعمل منه كاميرا، الكاميرا دي هيحصل فيها ايه؟ تتكسر زي ما زميلك قال. الا بقى لو صنعتها من الستيل تنتن، لو تعرضت لبود اعلى من الجوف بتاعها هيحصل لها انسداد فقط لا غير. تمام؟ يبقى اذا الستيل، الستيل اللي بيميزنا هنا خلافا عن نسب الشوائب الاخرى، يعني في منجنيز وفوسفور وشوائب اخرى كتيره خلاص، لكن الفيصل الرئيسي هو نسبه الكربون في الحديد، نسبه الكربون في الحديد لغاية 1.7% يسمى ستيل. خلاص كده؟ أعلى من 1.7 3.4 يسمى كاست أيرون. يسمى كاست أيرون. ده إيه الفرق ما بين الستيل والكاست أيرون؟ هو نسبة الكربون في الحديد. خلاص؟ في شوائب أخرى؟ في مندلين وفوسفور وكبريت. في عناصر أخرى كتيرة أوي كشوائب بنسب ضئيلة جدا. هو أعلاهم نسبة هو الكربون، وهو المحدد لنوع الحديد. والمحدد لاستخداماته بعد كده في الطبيعه. فاللو كاربون ستيل يعني نسبه الكربون فيه 3 من 10. نسبه الكربون فيه 3 من 10، يبقى دي الماده المالئه الاولى في المواد المالئه اللي انت بتستعرضها معانا دلوقتي. النون فيرس ميتال يعني مواد غير معدنيه غير حديديه كماده مالئه، كماده مالئه موجود الكبر وموجود البراس اللي هو النحاس الاحمر والنحاس الاصفر والبرونز وهكذا. تمام كده؟ ده في معرض المواد دي في حاجات متاهات. يعني النوزل بتاع صاروخ اطلاق اي مركبه فضائيه. النوزل اللي هو ايه؟ فوهه الصاروخ كده بتطلع نيران، صح كده؟ دي درجتها كام دي؟ عالية جدا. كام؟ عمالين تقولوا لي درجات عالية جدا. السلم الموسيقي المتصاعد بتوصل ل 4000 درجة مئوية. عشان كده سر صنعة المواد ديت موجودة فين؟ عند الدول اللي بتنتج الحاجات دي بس. تيجي انت تطلق قمر صناعي بس، قمر عشان تشتغل ساتلايت عليه ولا مش عارف ايه، تقول لك صنعناه فين؟ في فرنسا. صنعناه مش عارف فين. ليه؟ ما احناش عارفين اسرار تصنيع هذه السبائك. اللي هي بتوصل ل 4000 درجه مئويه التحمل بتاعها. ما درجه انصهار الستيل كام؟ 1100 اقصى درجه. ليه دي كده؟ دي درجه الحراره. دي كده بالمنحنى كام؟ 1539 درجه. عندك معلومات كده. طبعا الحديد من اعلى المعادن في درجات الانصهار بتاعها. من اعلى المعادن هو والنيكل. خلاص؟ لما ربنا خلق الارض قال ايه؟ وامطرنا او اسقطنا، مين حد حافظ الايه؟ اللي هي وامطرنا الحديد وانزلنا الحديد، فيه باس شديد؟ لما انزل الحديد انزله على صوره مطر بعد خلق الارض بعناصرها كانت من غير الحديد والنيكل. وبعدين انزل الحديد عليها، الحديد راح فين بقى؟ عشان تقيل كثافته عالية. كثافة الحديد كام؟ 46. ها؟ 47. طلع عندك المكعب. دي مش معلومات إضافية والله. احنا هندسة أول ما دخلنا إعدادي، أنا خريج هندسة المنصورة مش هنا. فأول ما دخلنا خدنا محاضرة ميكانيكا إنتاج، هندسة إنتاج. دخلنا الدكتور قلنا ده مش دكتور، ده العامل. داخل لابس بلطة ابيض ومش عارف ايه، وراح مصر السبوره كان ايامنا التباشيره يعني. فلما دخل المهم انا بنتكلم، خلص مصر السبوره ووقف كده وبنتكلم، قال كل واحد يطلع ورقه ويكتب عليها اسمه. اول محاضره لنا في الكليه طلعنا ورقه، راح عاطينا مساله عن الكثافه والحجم والكتله، حاجه بسيطه خالص ماشي، بس كان مجهول فيها كثافه الحديد. ما تنساهاش يعني طبعا سنه 85 كده. كثافة الحديد 7.8 جرام على سنتيمتر. فلازم المعلومات دي هندسيا تبقى عارفها، تبقى حاضرة في ذهنك. أول حاجة أو أول وهلة ما تجعلش اللي تحت منك في الموقع، مش معنى كده إنك تعديه، ما تجعلوش ياكلك. ياكلك يعني إيه؟ يكلفتك في حاجة كده ما أنتش عارف فيه، هو عارف إن أنت مش عارف. خلاص؟
يروح رايح جايب لك حاجه من السوق يقول لك هي دي يا باشمهندس، خلاص ويلبس يا باشمهندس، تمام؟ وطبعا بتبقى مخالفه للقواعد العامه بتاعتك اللي انت قاعد تدرس فيها هناك 5 سنين او 4 سنين، فلازم تبقى مصحصح لكل حاجه، خلاص؟ فاذا كسبت الحديد من اعلى الكثافات هو والنيكل، عشان كده كسبته عن ايه؟ كسبته يعني تقول السنتيمتر المكعب منه كام؟ 7.8 جرام، هو والنيكل تقال قوي، فنزلوا باطن الارض، عشان كده الحديد دايما يوجد حتى على شكل عروق بسيطه كده في الجبال وفي المنطقه في سيبيريا في روسيا، يقول لك ايه موجود بنسبه عاليه. خلاص بنسبه عاليه ليه؟ لانه العروق اللي موجوده في الجبل او الطراطيش بقى بتاع المطره دي اللي كان نازل بصوره منصهره. خلاص؟ فالطراطيش الحاجات الخفيفه دي لما لو وصلنا لبطن الارض حديد صافي. حديد صافي هي وهي والنيكل. صح. خلاص كده يا جماعه؟ فلازم تعرف المعلومات دي. لما نفرس متر عرفنا نسبه الكربون المحدده الاداه ستيل. خلاص عشان كده سموه نيو كربون ستيل. كمان ستيل نسبه الكربون فيه ايه؟ منخفضه يعني بتوصل ل 3.1%. انما فرس متر زي الكبر والبراس والبرونز والزنك والحاجات دي والالومنيوم برضه. رقم ثلاثه السيرمو بلاستيك ماتيريال هي بقى السبائك. واحد يقول لي بلاستيك يعني بلاستيك، لا خلاص مش بلاستيك يعني بلاستيك، ده السيرمو بلاستيك ديت اللي انا قلت عليها دلوقتي مواد سبائك معينه بتتكون من نسب محدده ودقيقه جدا من كوكتيل معادن معين معمول لها عمليات معالجات حراريه، اذا كنت سمعت عن الامر ده قبل كده، خلاص ومعمول لها الخلطه دي بحيث انها تستحمل حاجات فوق الوصف. يعني درجه حراره الحديد كام؟ 1539 درجه، دي بتتحمل 4000 درجه. السبيكه دي متصنعه من ايه؟ بيوصلوا المعادن اللي داخله في تركيبها لنسبه بيور يعني 100% نقاء، يعني بيكلف جدا عليه زي الذهب كده مثلا. هنقول روح للذهب عشان قريب من ذهننا. عيار 18 خلاف عيار 21 خلاف عيار كام؟ 24. كل ما زاد العيار اللي هو درجة نقاء المعدن كل ما زاد ايه؟ سعره الماني اللي هتدفعه فيه. كذلك بالنسبة للمعادن لتصنيع السبائك اللي هي السيرمو بلاستيك ايه؟ ماتيريال. سبائك من نوع الخاص دي المواد اللي ماليها أمثلة معينة عليها. الويلدنج كواليتي ودي جت في امتحانات قبل كده. الويلدنج كواليتي اللي هي جودة وصفة اللحام. دكتور بس اسمح لكم تسجلوا فيديو حتى اي محاضرات سجلوا اي حاجه اللي ما تمكنش من الحضور يعرف المحاضره. انا في هندسه صناعيه اساسي يعني فعلى طول بيسجلوا لهم محاضرات يعني تعمل لهم تسجيل المحاضرات عشان تبقى محاضره لدى الجميع. نرجع للكلام ولا نرجع للحديث؟ نرجع لمين فيهم؟ انت شايف الويلدنج كواليتي او الويلد خالص. جودة عملية اللحام هيبقى أي طريقة من الطرق تتوقف على إيه؟ أول حاجة الماتيريال. خلاص لازم تكون حتى لو مادة مالئة تبقى المادة المالئة مناسبة لإيه؟ لنوع المعدنيين المفهومين مع بعض. الماتيريال Pre-variation. طبعا يكون مناسب اللي بتبقى تحت ايه؟ اللحام يكون مناسب يعني السمك بتاع الجاف ديت مثلا قد ايه وهكذا. مش عايزين نخش في تفاصيل كتيرة قوي. في الويلدنج بروسيس اللي هي كفاءة العملية نفسها. في الويلدنج ماتيريال. في بيرسونال تدخل
ذكريات شخصيه دايما الايرورز يا جماعه بتحصل من الايرورز لما تيجي تقيس حاجه اي برامج في الخرسانه اي حاجه دايما الايرور بيحصل من الماشين اللي بتدي العمليه نفسها او من البيرسون الليبر او من الميجرمنت. ممكن الميجرمنت ديت فيها ميثود ويبقى فيها كاليبريشن وعير. يعني مثلا الادمه ذات ورانيه كلكم عارفينها طبعا خلاص. فالادمه دي بتستغنى منها عمر افتراضي. التو جوز بتاعها دولت يعني بيحصل لهم تآكل بطريقه معينه فلازم تعمل لها كاليبريشن كل مده معينه لغايه ما توصل للايرور للحد الاقصى تقول له ستوب بقى الاله دي ايه؟ يا اما يعاد سنها ومش نافعه تاني خلاص كده؟ يبقى في اخطاء شخصيه اللي هي البيرسونال دي طبعا خاضعه للسوبرفايزر الراجل اللي هو ايه المشرف على العامل اللي بيقوم بالعمليه. التستنج عمليه الاختبار نفسها طبعا كل واحده بتدور عليها كلمتين كده تبقى تكتبهم. رقم سبعه الجريد اوف ويل. جريد اوف ويل يعني الحكايه دي يعني جريد 1 وجريد 2 وجريد 3 هكذا درجه اهميه او درجه خطوره الجزء الملحوظ زي ما بوبتو بوتاز اللي قلنا عليها من شويه دي تبقى واخده ايه؟ ليفل 1 الاهميه خلاص كده وهكذا. لما واصله مثلا في كوبري خلاص واصله في سفينه مهمه لان لو سربت ميه السفينه ديت ايه؟ هتغرق خلاص او فتغرق او فتغرق بنا. الشيء اللي بعد كده هو ديزاين رولز يعني بحروف ماشي كده والكالكوليشن زي ما احنا قلنا عليها ما انتش مطلوب منك اكتر من كده. اخر حاجه اللي هي السولدرنج اند برازنج جوينت الانواع طبعا هو استخدام ايه معاهم اخرى في كل حاجه مكتوبه عندك في الورق مكتوب عليها الصفحات في الكتاب لو حبيت تستزيد من المعلومات عالي اللي مكتوب في الورق خلاص. ده موضوعنا النهارده ان شاء الله لقاء جديد الاسبوع القادم في موضوع الجيرز اللي هو شطه في